الوحدات الرقميه راه بالنسبه للعدد ديال المواطنين المغاربه اللي كانوا في الساحه السوريه العراقيه 1659 اللي تم احصائهم الى حد الان حاليا الناس اللي رجعوا وطبق معاهم المكتب المركزي للابحاث القضائيه المساطر القانونيه راه يناهز 260 شخص اللي تقدموا امام العداله وعندنا 1060 من هاد الناس هادو كانوا كيشتغلوا كيقعدوا في صفوف داعش اي في الساحه السوريه العراقيه ولكن راه منهم 742 شخص اللي لقاو الحتف ديالهم منهم 657 في سوريا و85 في العراق اذا هادو معطيات رقميه باش تعرفوا الحجم ديال الاشخاص اللي مجهولين بالموت اللي كيشاركوا في العمليات القتاليه في الحرب.